هل اشتركت بمزاد علني وبعد لحظة ندمت على اشتراكك به؟ هل تريد حذف العرض الذي عرضته في المزاد دون مراسلة التاجر لفعل ذلك؟ لا تقلق، في هذا الفيديو سأريكم كيفية فعل ذلك. أنا الآن موجود في الصفحة الرئيسية في موقع إيباي، ولقد اشتركت في إحدى المزادات العلنية في الموقع. ولرؤية المزادات العلنية التي اشتركت بها سنتوجه لماي إيباي بيدز أند أوفرز، سأضغط عليها، سأنزل إلى تحت، وهنا نرى المزادات العلنية التي اشتركت بها. كما نرى هذا المزاد اشتركت به قبل قليل، وقد أنا الآن فائز في هذا المزاد. هنا كما نرى السعر الملون باللون الأخضر، هذا يعني أنني حاليا أنا الفائز بهذا المزاد. فإذا أنا أريد إلغاء هذا العرض الذي عرضته على هذا المزاد، علي التوجه للصفحة الرئيسية لموقع إيباي. أنا الآن في الصفحة الرئيسية لموقع إيباي، نضغط على Help and Contact الموجودة هنا كما نرى هنا، سأضغط عليها ونكتب هنا في سطر البحث هذه الجملة: How can I cancel a bid؟ كما نرى هذه الجملة، تضغطون على Search ويوجد هنا رابطين. دائما سنستخدم الرابط الأول I want to remove a bid I placed on an item، أي أنني أريد أن أحذف عرض الذي عرضته في مزاد علني. سنضغط عليه وهنا سيبين لنا قائمة المشتريات أو قائمة المزادات العلنية التي أنا مشترك بها. نختار المنتج أو المزاد العلني الذي نريد أن نحذف العرض الذي عرضنا عليه. لنفترض هذا المزاد، سأضغط عليه، سأنزل إلى تحت، وهنا كما نرى يوجد عدة أسباب يجب علي أن أوفر للإيباي سبب لماذا أريد أن أحذف هذا العرض الذي عرضته في المزاد. فسأضغط لنفترض على السبب الأول، سأضغط على Continue ونضغط على Restrict Bid أي حذف هذا العرض، سأضغط عليه. Bid restricted, every bid you have placed on item، هو هذا المنتج، has been cancelled. هكذا حذفت العرض الذي عرضته في المزاد العلني. سأرجع إلى My eBay Bids Offers، سأضغط عليها، سأنزل إلى تحت، وكما نرى العرض للمزاد الذي اشتركت به قد حذف. إذن هكذا يمكنكم إلغاء عرض في مزاد علني اشتركتم به وتندمتم لعدة أسباب. أتمنى أنني أضفت لكم معلومات جديدة واستفدتم من هذا الفيديو، وإذا واجهتم أي مشكلة يمكنكم كتابتها تحت الفيديو بالتعليقات وسأساعدكم بأسرع وقت ممكن. أيضا لكل من معني في أن أعلن فيديو لموضوع معين يخص البيع أو الشراء في موقع إيباي أو موقع أمازون، أرجو كتابة الموضوع في التعليقات وأعدكم سأعلن الفيديو عنه. لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الإنترنت. أيضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع إيباي وأمازون. أتمنى لكم النجاح والكثير من التسوق في موقع إيباي. سأراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو.